التفكيكية وصعوبة البحث عن الحقيقة، دكتور فيثر دراج. لماذا هذا التعريف الإضافي الجزئي بالتأكيد بالفيلسوف الفرنسي الراحل جاك دريدا؟ قد يرى البعض في الإضافة متاعا جديدا يضاف إلى الغزو الثقافي، رافعا حجتين: أن في أصالة تراثنا ما تمنع عنه الحاجة إلى غيره، وأن الفيلسوف المذكور فرنسي ويهودي معا. مهما تكن مساحة الأصالة، فإن شيئا مجزوءا من الانفتاح على ثقافة الغير لن يضيرها كثيرا، خاصة أن فلاسفة قدامى نعتز بهم قرأوا ذات مرة أعمال أرسطو وأفلوطين. أما الغزو الثقافي وهي كلمة تحجب الأساس بالعارض فلا يأتي به كتاب، فهو قائم على عادات يومية لا سبيل إلى مصادرتها. تتشارك مجتمعات أخرى شيئا من عاداتها اليومية، وهو قائم في سيل القنوات الفضائية التي لا تحتاج إلى كتب أو كتاب. من المحقق أن العقول البلاغية ترى الغزو في كتاب متناسية غزوا داخليا حقيقيا أكثر خطرا. ليس حال الحجة الثانية بأفضل من حال الحجة الأولى، ذلك أن من حق كل إنسان أن يحمل معه ملامح دين والديه، بجل هذه الملامح أو يستبقي منها ما يريد وما لم يرده أيضا. فمثلما أن محمد أركون فيلسوف إسلامي المنشأ، فإن دريدا فيلسوف يهودي المولد، دون أن يمنع هذا الأول من الإفادة من منهج الثاني كي يدافع عن صورة إسلام مبرا مما ينسب إليه أعداء الإسلام. والأمر كله فيما يقوله الفيلسوف، لا فيما ترميه به عادات التعصب التي تخترع عدوها وتحاسبه. فلم يخف دريدا يوما تعاطفه مع الفلسطينيين، ولم يخف أبدا قناعته في حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة تؤمن لهم حقا مبتذلا تتمتع به الشعوب جميعا. وعلى هذا فإن الحديث عن دريدا حديث عن الثقافة والفلسفة في العالم الراهن الذي هدمت فيه الثورات العلمية التقنية المتلاحقة جدرانا إقليمية كثيرة. ثلاث أسباب تدعو إلى الحديث عن جاك دريدا، فهو باستثناء كلود ليفي شتراوس آخر الوجوه الثقافية الكبيرة في فرنسا في القرن العشرين، مما يجعل من التعرف عليه تعرفا على حياة فلسفية فرنسية عمرها نصف قرن. وهو الفرنسي الذي رحل أفكاره إلى الولايات المتحدة وأمدها بحياة حافلة لم تعثر على نظير لها في باريس، وهو صاحب المنهج التفكيكي الذي وزعه نجاحه الأمريكي على جهات كثيرة في العالم. قصد هذا المنهج إلى تقويض الثنائيات المتقبلة التي ينطوي عليها الفكر الغربي، مثل المرأة، الرجل، الحقيقة، الزيف، المعنى، اللامعنى، المركز، الهامش، العقل، الجنون، على اعتبار أن التضاد الخالص لا وجود له، وأن كل موضوع يحمل داخله شيئا من موضوع يبدو مضادا له، فلا وجود لمركز خالص في نقائه، لأن الهامش المقابل له موجود فيه. وضع هذا المنهج المسلمات الميتافيزيقية الأساسية للفلسفة الأوروبية منذ أفلاطون موضع الشك، قائلا بأن فكرة البنية تفترض دائما مركزا، وأن هذا الأخير بحاجة إلى مركز خاص به. ذهب دريدا إلى أن البشر يرغبون في مركز، لأن المركز يضمن لهم الوجود من حيث هو حضور، كأن يفكر الإنسان أن حياته العقلية والمادية قائمة حول أنا، هي المبدأ الموحد للبنية التي تدور في فضائها. غير أن نظريات فرويد قوضت تماما هذا اليقين الميتافيزيقي بالكشف عن انقسام في الذات بين الشعور واللا شعور، أي بين عنصرين لا يمكن إبطال أحدهما دون إبطال الآخر. قصد دريدا إلى تقويض مفهوم الهوية المكتفية بذاتها
التي تعيد ذاتها مبدأ التي تعين ذاتها مبدأ متعاليا وحقيقة أخيرة. سائل في فكرته جملة من النصوص الغربية الأساسية، منتهيا إلى تركيب نظري يوحد بين هذه النصوص ويفككها في آن. ربما كان في كتاب موسى والتوحيد، آخر كتب عالم النفس فرويد، المنشور بين 1937 و 1939، مصدرا أساسيا لما جاء به دريدة. فوفقا لما جاء في القسم الأول من هذا الكتاب وعنوانه موسى مصري، فإن موسى نبي يهود لم يكن يهوديا، بل مصري الثقافة والجنسية، بل إن هذا المصري كان بالتأكيد نصيرا حاسما لديانة آتون التوحيدية التي لم تحظى بالقبول عند المصريين. وهذا ما جعل موسى على التضامن مع حمل موسى على التضامن مع يهود مصر الذين كانوا يرزحون تحت وطأة العبودية، وعلى قيادتهم إلى مكان جديد يستأنف فيه التجربة التوحيدية. يكون اليهود في هذا المنظور مصريين بشكل مختلف، أو يهود مختلفين عما كانوا، لهم تجربة في العبودية وثقافة مصرية وديانة لم يقبل بهما المصريون، أي أن اللقاء اليهودي الخالص المفترض لا وجود له، بيد أن انتقال التوحيد المصري إلى مجال جديد هو اليهودية يجعل موسى أيضا مصريا جديدا، فلا هو باليهودي الخالص ولا هو بالمصري القديم. يصبح التاريخ اليهودي بهذا المعنى تاريخا معلقا في الهواء، يوجد في ذاته ويوجد في شيء آخر، تاريخا منقسما يحيل على ذاته وغيره في آن. وهذا ما يشير إليه دريدة بكلمة difference التي لا نسمح فيها الحرف إس مساويين بينها وبين كلمة difference التي تعني الاختلاف. يشير هذا الالتباس الذي لا يمكن إدراكه إلا في الكتابة إلى الاختلاف والإرجاء معا، حيث الاختلاف مفهوم مكاني بينما الإرجاء مفهوم زماني، والهما مفهومان معا يعلنان أن التاريخ لا مركز له، ولعل المركز الموزع على أكثر من اتجاه هو الذي يجعل الدين اليهودي كأي ظاهرة أخرى يطمس الآثار التي أحاطت بمولده، مبينا أن الدفاع عن الدين من حيث هو مشروع يأمر بالقفز على الأصل ومحو كي يؤمن لذاته حضورا متجانسا في الحاضر والماضي، بينما يقضي هذا في الوقت ذاته على وجهة نظر شرح الظاهرة وتفسيرها بضرورة البحث عن الآثار التي تم طمسها، بما ينصب بالتعرف على الأصل مدخلا للإجابة عن أسئلة كثيرة. وعلى هذا فإن في الدين اليهودي زمنين يغطي أحدهما الآخر، أولهما زمن البداية الذي جمع بين المصري موسى واليهود، وثانيهم زمن الخروج الذي قاد فيه النبي شعبه إلى أرض الميعاد. طرح سيجموند فرويد الذي اتكأ عليه دريدة في منهجه التفكيكي السؤال التالي: إذا كانت مصر حاضرة في الدين اليهودي، فما هو الشكل الذي أنجز هذا الحضور؟ إنه الانتقال من الأهرام في ثباتها وكتلتها الصلبة الهائلة إلى الوثائق والأوراق والتعاليم التي حمل لها معهم اليهود وهم يغادرون مصر، كما لو كان الأرشيف أهرامات مغايرة قابلة للحمل والانتقال. بقى مجاز الأهرام قائما في الدين اليهودي بعد أن تحول إلى مادة خفيضة قابلة للحمل والنقد وعبور المسافات، موقعها المعتقد المحمول في أوراق وأفكار كثيرة. والفرق الأساسي هو بين معنى الأهرام ودلالة الأرشيف، إذ الأول موضوع تاريخي وفلسفي، بينما الثاني موضوع فلسفي ولغوي. يحيل الموضوع الأول كما دل العلماء المصريات على علم التاريخ في معاييره المختلفة، كتحديد سبب البناء وزمنه والعائلة الحاكمة التي أشرفت عليه، ويتضمن في اللحظة عينها دلالة فلسفية قوامها مواجهة الزمن والبحث المأساوي عن الخلود. أما الأرشيف وهو جملة أوراق ووثائق، فيستدعي التأويل وفلسفة
اللغة، أي إنه ينطوي على نص ظاهري تطبع خلفه جملة نصوص أخرى، وعلى تأويل أول يستحضر أو يطمس جملة تأويلات سابقة عليه. وما كلمة الأثر وهي من كلمات ديريدا المفضلة إلا ذلك السير السبر المتواتر من نص إلى آخر أو من أثر إلى غيره دون أن يرتهي السائر إلى نص أصل أو إلى نص مركز، لأن المركز في فلسفة ديريدا لا وجود له. ربما الأمل الذي يدرك فلسفة ديريدا كلها في إطار الشك والريبة مكتفية بقسط من المعرفة ومرجئة وإلى الأبد امتلاك القسط الآخر. فالمعرفة الممكنة هي تلك التي يلتقطها المسافر وهو يقطع الطريق، والمعرفة الكلية لا حظ لها من الوجود، لأن المسافر لا يصل أبدا إلى الموقع الذي يريد الوصول إليه. وربما كانت الأحالة المتوالدة من نص على آخر هي التي تطرد مفهوم الحقيقة الأخيرة من نص ديريدا قائلا بطريق إلى الحقيقة معلقا الأخيرة إلى زمن لا يأتي. تكمن القضية والحال هذه في تفكيك المجاز، أي في تحريره من أقبطته اللغوية كي يصبح قابلا للمساءلة هرما كان أو كاتبا، وهو ما قام به ديريدا في كتابه الهام هوامش الفلسفة. وإذا كان الفيلسوف الذي ولد في الجزائر قد أظهر في كتاباته الأولى دور الكتابة دور الكتابة في تعكير مواضيعها، فقد عاد إلى السؤال في كتابه المذكور أعلاه مستضيئا بما كتبه هيجل عن السيميولوجيا أو علم الإشارات الذي يستدعي مصر مرة أخرى. فكل إشارة كما يرى الفيلسوف الألماني تقود إلى عائلة الأهرام الذي تركض فيه روح غريبة ثم الحفاظ عليها. ومع أن في جملة هيجل ما يرى إلى هيروغليفية ينبغي حل رموزها، وما يرى إلى زمن بعيد تبدأ منه الإشارات، فإن فيها ما يقيم مواجهة بين الأهرام والفكرة المطلقة التي لا تتحقق إلا إذا وضعت كل شيء داخلها، مترجمة الحجر الثقيل بلغة مفهومة مكتفية بذاتها ترى إلى الخارج وتعرفه وتتجاوزه في آن. وعلى هذا وكما يرى هيجل فإن المصريين حال نظرائهم من الصينيين كانوا أسرى الخارج والأجسام الثقيلة، وهو ما جعل لغتهم نظاما واسعا محتشدا بالصعوبات لا يسمح للفكرة أن تحلق فوق ما شاءت من المسافات والأزمنة وتعود في النهاية إلى مملكة خاصة بها. ليس التفكيك الذي قال به ديريدا إلا العودة إلى الأرشيف القديم، قراءته وتأويله وتحليله من ثقله وجعله بلنا قابلا للحمل والانتقال، بيد أن ديريدا وعلى خلاف هيجل لن يدرج الأهرام في فكرة مطلقة تستنفذ دلالتها، بل يستبقي الحجر الثقيل ويضيف إليه تأويله رافضا التخلي عن أحد العلاقتين، ذلك أن محو إحدى العلاقتين بأخرى تعيد لزوما فكرة المركز الذي يرفضها رفضا كاملا. فإن كان في كل علاقة كما يقول علاقة أخرى، فإن في استبدال الأرشيف بالحجر ما يعوق معنى العلاقتين معا، كما لو كان في الأرشيف جزء من الحجر وفي الحجر جزء من الأرشيف. إنه الآخر الشهير الذي يقول به، الذي يحمل داخله آخرا مغايرا، معتبرا أن الفرد النقي المكتفي بذاته قول بأنا مستقلة، أي بأنا مركز لا وجود لها. فلا وجود لا موضوع إلا بآخر يغايره ويخالطه في آن. حال الخير الذي يقابله الشر لا يفصل فيه، وحال الشر الذي إذا تحرر من الخير فقد معناه. فالخير نظريا هو الكمال الأصلي الذي قرره الله، على خلاف الشر الذي هو فعل طارئ يعكر وحده الإنسان في غبطة الأولى. لكن البحث عن زمن كان فيه الخير وحيدا يفضي إلى هو لا نهاية لها تحتقب ميلاد الشر وإبليس وزمن المواجهة المفتوحة بين الخير والشر. ولعل مفهوم الآخر الذي هو محصلة
لأنوات متعددة متداخلة هو ما جعل دريدا يتطير من مفهوم الهوية التي تفترض ذاتها مركزا ويقول بالتعددية، كان ذلك في نصه الفلسفي أو في تكوينه الثقافي أو في واقع الثقافات المختلفة. فعلى مستوى النص الفلسفي وصل دريدا إلى ما وصل إليه بعد أن قرأ هوسر وهيجل وأضاءهما بقراءة نافذة لفرويد، مستأنسا بعلم اللغة والبنيوية والماركسية وأشياء من الديانة اليهودية. أما على مستوى تكوينه الثقافي الذاتي فهو لا يفصل في ذاته بين الجزائري والفرنسي واليهودي، ولا بين هذه الصفات وعالمية ثقافية وزعت منهجه بأقساط مختلفة على العالم أجمع. وهذه التعددية في احتمالاتها المختلفة هي التي دفعت به إلى المنهج التفكيكي، ما هو مبتدأ كل ظاهرة. والسؤال صحيح ومستحيل الإجابة، لأن المبتدأ أي المركز لا وجود له، وما هو موجود آثار ترد إلى بدايات بعيدة كثيرة. وهذه البعيد العصي على التعيين هو الذي يرد دريدا بشكل واضح ومضمر إلى الأهرام التي احتشدت ذاكرة بنائها بأحلام كثيرة، بآثار ستتولد لاحقا، في آثار متوالدة. لا غرابة والحال هذه أن يدرك دريدا في منهجه فلسفة تأويل الأحلام عند فرويد التي تشرح كل ظاهرة بظاهرة أخرى، وأن يستأنس بنظرية الخيال عند هيجل، حيث الوعي بئر تجمعت في قاعه بلا وعي صور وأصوات الحياة السابقة، أي آثار توزعت على أزمنة مختلفة. عبر دريدا عن هذا بكلمات غامضة جميلة في كتابه هوامش الفلسفة. طريق نتبعه يقود من هذا البئر الليلي الصامت كالموت والضاق بكل الأصوات المحتشدة فيه إلى الهرم المتفتح على الصحراء المصرية الذي سينهض صاحيا مجردا بعد حين فوق نسيج النص الهيجلي موضوع الإشارة وقوامها. عنصران يصدران عن هذه السطور، الهرم الذي حولته الكتابة إلى جسم مرن يحمل ويطوى ويختزن عن طريق الكتابة، والهرم البئر الذي ترفض أعماقه القول بحقيقة أخيرة ويظل في النهاية لغزا. طريق غامض يقود من البئر إلى الهرم ومن الهرم إلى البئر، تاركا أسئلة كثيرة معلقة في الحواء. طريق من الذكريات والآثار والأطياف محوطا بالألغاز ينفتح على الصحراء وأخيلة الفراعنة، ويستقل ناقصا في علم الإشارات. وما الميتافيزيقا كما رأى إليها هايدغر إلا هذا الطريق من حيث استكمال لبناء الأهرامات بوسائل منطقية ولغوية ممتدة من اليونان إلى الألمان، كما لو كانت هرما كتابيا متلاحقا في جميع الأزمنة. عاد هيجل إلى مصر مدفوعا بمسار الفكرة المطلقة التي تبدأ من شرق ناقص فقير وتنتهي متحققة في الغرب، محاكية مسار الشمس حيث التحقق يعني انتهاء المسار. وعاد إليها فرويد باحثا عن نبي غير يهودي قاد اليهود إلى خروج يلتبس بالأسطرة، ورجع إليها دريدا مأخوذا بفكرة الآثار وبالهرم الغامض الشبيه ببئر لا قرار له. حين كان فرويد في شتاء عمره عاد الروائي الألماني توماس مان إلى مصر وكتب روايته الكبيرة يوسف وإخوته بين عام 1933-1943، محتجا على الأسطورة الفاشية ومدافعا عن نزعة إنسانية طريقة طرأ إلى مسار الحضارات وترمي بأسطورة الجنس المتفوق خارجا. اعتمد الروائي على العهد القديم متأملا بشيء من السخرية معنى الخروج المترهق والعودة المصفرة، وهو يتأمل عودة يوسف إلى مصر التي بيع خارجها عبدا وعاد إليها سيدا. إن السعادة في الشقاء التي تجعل الغريب السلعة يعود إلى بيت الأسياد في مصر، مثلما أنها اقتدار الإنسان الذي لا يعرف عن أقداره الشيء الكثير.
مس ذلك يوسف ابن يعقوب، أو مس المصريين الذي استضافونه، اعتمادا على هذه الرواية التي تحتاج إلى تفصيل كثير. ساوى الفيلسوف الألماني بيتر سولتير دايك بين النبي يوسف وجاك ديريدا، ذلك أن الأخير جاء هامشيا من الجزائر قبل أن يصبح معلما في فرنسا وعلما ثقافيا في العالم. وبداها فإن في هذا التشبيه بعدين أساسيين على الأقل: اهتمام دريدة كما فرويد بمصر التي جاء منها نبي اليهود موسى، واعتبار مصر النموذج الحضاري الذي يحتاج إلى تفكيك ويحرص على المنهج التفكيكي في آن. وربما تكون هذه العلاقة بين التفكيك والآثار اليهودية في مصر هي التي حملت الفيلسوف الألماني الشهير يورجن هابرماس على أن يصف منهج دريدة ذات مرة بأنه مشكل من الروحانيات اليهودية التي تطارد حقيقة غامضة تشتهر إلى زمن سحيق. مهما يكن موقف هابرماس ويحتاج بالتأكيد إلى تأمل دقيق طويل، فمن المحقق أن دريدا لم يكن مشغولا ببناء فلسفة يهودية جديدة. تشهد على ذلك فلسفته المتعددة المستويات ومفهومه عن الآخر الذي ينقض أسطورة النقاء ودعاوي شعب الله المختار. وحتى في حال تأثره بعناصر الديانة اليهودية فلن يكون مختلفا، والحال هذه عن الماركسيين الشهيرين فالتر بنيامين الذي وحد بين الأحياء والأموات من أجل الوصول إلى قيامة أخيرة، وأرنست بلوخ القائل بمبدأ الأمل الذي يضع المدينة الفاضلة داخل الإنسان لا خارجه. ووقع الأمر أن دريدا أراد أن يعلن مرة أخرى نهاية الفلسفة بمقولات فلسفية قائلة بإرجاء لا متناهي للحقيقة: طالما أن ما خارج جدران الهرم أكثر مما هو قائم داخله، وأن كل آثار مهما كانت بعيدة تفضي إلى آثار أخرى. يبدو مشروع جديد تدويجا فلسفيا للفلسفة الأوروبية في القرن العشرين، حمل داخله فلسفة هوسلر وهايدجر وعلم النفس الفرويدي والبنيوية وما بعد البنيوية، وصولا إلى ماركس الذي وضع دريدة عن أطيافه كتابا شهيرا. لا غرابة أن يأتي مشروعه في فترة موسومة بتعبير عما بعد ما بعد، حيث ما بعد الحداثة وما بعد الميتافيزيقا وما بعد الانتولوجيا كما يقول البعض. ولعل هذه ما بعد التي تفصل بين زمنين هي التي أملت على دريدة ألا يكون تلميذ هذه المدرسة الفلسفية أو تلك، أو يعلن عن فلسفة أخيرة ربما لها صيغة خاصة بها، هي التفكيك الذي تفكك جملة الفلسفات التي أفضت إليها وتخضع ذاتها الفلسفية إلى التفكيك أيضا. ولعل القول بفلسفة أخيرة أي بنهاية الفلسفة هو ما جعل ديريدا يفتح الفلسفة على الأدب، ويفتح الأدب على الفلسفة، ويفتح الطرفين على علم النفس وفلسفة اللغة، رافضا التراتب القهري في حقل النظرية، ورافضا معه كل هوية نظرية منعزلة عن غيرها. والسؤال الأخير الذي لا بد منه هو التالي: هل تندرج كتابات ديريدا كليا في تلك الكتابات العدمية القائلة بزوال الحدود بين الحقيقة والزيف، أم أنها تندرج فيها ولا تندرج في آن؟ والجواب المقترح بعيدا عن التبسيط الصرصار هو أن ديريدا فيلسوف إشكالي ينتمي إلى تنوير إشكالي وإلى نيتشاوية إشكالية أيضا، بما يجعل من الإشكال بكسر الهمزة لا العدمية مدخلا إلى فلسفته. من هنا جاءت فكرة دريدة المتكررة عن الفرق بين التفكيكية والنماذج الفكرية التي تلغي الفروق بين الحقيقة والزيف والعقل والبلاغة، الحقيقة والخيال، رابطا بين التنظير الفلسفي والمسؤولية الأخلاقية. ربما يكون في بعض ما كتب قد تقاطع مع فلاسفة يحولون الأقدار الإنسانية كلها إلى علاقات نصية ماسخة ولامعة البلاغة، لكن ظل في موقع آخر داخل الخطاب النقدي التسويري أن لم يسع إلى جعله أكثر جذرية، مسائلا
مثله اللامفكر بها مندرجا في سياق تصويري يبحث عن الحقيقة. ولعل هذا القلق الذي يفتش عن الحقيقة الهاربة في آثار الحقيقة الدارسة هو الذي يعين حواره الفلسفي مشروعا فلسفيا تحرريا.